لماذا بدأت أمريكا الحرب التجارية ضد الصين؟ أولاً، تخوف أمريكي من مشروع صنع في الصين ومشروع حزام واحد وطريق واحد. ثانياً، خوف أمريكي من تطوير الصناعات التكنولوجية في الصين وفتح أسواق جديدة. ثالثاً، رعب أمريكي من توسع الصناعات الصينية وخاصة في الأسواق الأوروبية. كيف بدأت الحرب التجارية بين الصين وأمريكا؟ أولاً، بدأت أمريكا بفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية بقيمة 34 مليار دولار. ثانياً، ردت الصين بفرض رسوم جمركية على 45 سلعة أمريكية بقيمة 34 مليار دولار. أيهما أضعف في الحرب التجارية، الصين أم أمريكا؟ أولاً، الصين تملك أسلحة تجارية محدودة للرد على أمريكا. ثانياً، الصين تستورد من أمريكا أقل 4 مرات مما تصدره إليها. ثالثاً، على الصين البحث عن أسلحة غير الرسوم الجمركية لمعاقبة أمريكا. رابعاً، قد تلجأ الصين لتجديد الرقابة الصحية والأمنية والمالية على البضائع الأمريكية. خامساً، قد تضطر الصين إلى تأخير حركة الاستيراد أو المقاطعة للبضائع الأمريكية. ما هي الخطوة الأخطر في الصراع التجاري بين الصين وأمريكا؟ في الحقيقة أن أمريكا مدينة للصين ب1200 مليار دولار، ومحاولة الصين تعليق شراء السندات الأمريكية سيهز سوق الاقتصاد العالمي.